واش تفسر لك التوتر اللي كان في بدايه الجلسه تاع الندوه اللي نظمها حزب الشراكه الموحد في مقاطعه الحي الحسني؟ هو بصراحه التفاعل تاع القاعه هو اشكال عاديه، غير هناك ادبيات تاع النقاش، ادبيات كتكون اللي كيخص كل شيء يتبعها، فربما ما كاين اللي ما عرفش هذه الضوابط، فكتكون نقاط وإثارات، ولكن من بعد كل شيء تعطاته الكلمه وكل شيء عبر الراي نتاعو يعني بشكل عادي جدا. غير هو ما كانش يمكن يعني إلمام بالأدبيات نتاع النقاش وفقط. ولكن الأمر يتعلق يعني المطالب النشيد الوطني كرفض بأن النشيد الوطني واش شي جهات اللي كيفاش تفسر؟ هذا رأيي، احنا كاينه لجنة التنظيم، ولجنة التنظيم الجميع يحتكموا لها في الندوة، هي اللي كترتب هذه قاعة يعني مكترات، فأنت كتنظمها بالطريقة اللي بغيتي وكتشوف باش غادي تسبق وباش غادي تلي، فما يجيش أي واحد يجي يفرض علينا الطريقة نتاعو، فطريقتنا الاشتغالية هذه، وكاينة أدبيات كما قلت لك، كاينة لجنة تنظيمية وهي اللي كتقول لنا كيفاش غادي تبدا يعني اللقاء التواصلي إلى حين الانتهاء نتاعو. إذا لجنة التنظيم هي اللي تسهر على طريقة التنظيم تاع الندوة. أكيد أكيد لجنة التنظيم سهرة على منذ استقبال الحضور إلى يعني الوداع مع الحضور.